وينضم معنا من بغداد عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، شبكة الصحافة الاستقصائية نيريج تؤكد وجود أكثر من 300 ألف معتقل بريء أودعوا في السجون العراقية ما بين عامي 2014 و2016. كيف تقرؤون هذه الحصيلة من معتقلين عراقيين أبرياء كما تذكر الشبكة؟ نعم، حقيقة هذا يعني يأتي بعد تقارير دولية كثيرة، الدولية الصليب الأحمر ووكالة التوعية في الإمارات، وتصديقا لهذه التقارير يقول فؤاد معصوم الرئيس الحالي في مقابلة رسمية قبل فترة أن هناك شكوك في الإجراءات الأولية للاعتقال وحتى المحاكمة، وأن التصديق على عقوبة الإعدام يكون على اتهامات غير صحيحة. إذا يعني في مغزى وفي معنى هذا الكلام الذي يقوله هو أعلى سلطة في العراق الذي هو فؤاد معصوم، تبين أن الأعداد أكثر بكثير من شخص، وحتى أن هذه العمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات جهة عن جهة أخرى تختلف في العدد، وبالتالي تتحصل الأعداد في 300 ألف شخص يعني قد تكون في يعني في جهة حكومية ما، وهذه الأعداد كلها إذا ما قورنت ويعني عملنا عملية حسابية في عملية الأعداد هذه، فإن القوات الحكومية أو الحكومة الحالية ترتكب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، وهذه يعني تعد. طيب بالكلام عن حقوق الإنسان أستاذ عمر، ألا تعتقدون أن هنالك مسؤولية على الدولة وهي كشف مصير الذين اعتقلوا وما زالوا محتجزين داخل السجون التابعة لميليشيات الحشد؟ يعني هذا الرقم الذي ذكرته شبكة نيريج 300 ألف شخص خارج سجون الحشد، ما هو مصيرهم؟ نعم، هو لهذا نبين أن الرأي القانوني يقول بأن على القوات الحكومية يجب أن أو الحكومة الحالية يجب أن تكون عملية شفافة لعدد المعتقلين في العراق، وإلا فإن من لم تذكرهم هذه الإحصائيات فإنهم في حالة الغياب القسري أو التغييب القسري، وهذا ما يعاقب عليه القانون الحكومة بما التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزل، وهناك يعني قواعد قانونية نموذجية لمعاملة السجناء التي أقرت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 1977، أن تقوم الحكومة بكشف مصير هؤلاء وأنها تعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بمعاملة إنسانية وباحترام، والتمتع بحقوقهم المتعارف عليها دوليا، ومنها حق التظلم، هذا الحق الذي يتيح لهؤلاء المغيبون قسرا في السجون ان يقولوا ان تكون هناك محاكمات عادله، وان تكون لهم هناك محامين، وان يكون لهم هناك الاجراءات الصحيحه وفق القانون المعمول به داخليا، والذي هو اساسا يكون وفقا للمعايير الدوليه والقانون الدولي العام. برايكم ما هو المبرر لعمليات الاعتقالات التي تحصل، وما الفائده من وجود قانون يسمى قانون العفو العام تحته 1000 خط وهو مجمد؟ نعم، يعني هذه يعني الاعداد وهذه العمليات تقوم بها القوات الحكوميه هي عمليه انتقاميه، وليس يعني ما ذكرته هذه المنظمات الدوليه والقطاع على لسان المسؤولون على لسان المسؤولين في الحكومه الحاليه، ومنهم اعلى سلطه هو فؤاد معصوم الذي يقول ان هذه الاجراءات وعمليات الاعتقال هي غير صحيحه، وبالتالي هذا يعني يدينهم بكل اشكال الادانه، وعلى المجتمع الدولي ان يعي حقيقه ما يقوله فؤاد معصوم ويقوله البرلمانيون الاخر ويقوله الحكومه من هنا وهناك، وهذه هي الاعترافات الطبيه والاعترافات الصريحه هي وثيقه وصك مصدق ان تقوم الجهات الدوليه بمعاقبه ومحاسبه ومتابعه المعتقلين اينما كانوا، وبالتالي تقديم الجنات الى المحكمه الجنائيه الدوليه لانهم ارتكبوا جرائم حرب في هذه الوضعيه، وقد تكون هناك يعني عمليات اعدام
جماعية لا نعلم بها ولا تعلم بها. وكذلك أن وجود لجنة تحقيقية دولية في هذا المضمار يتيح لنا الكثير من الحقائق حتى نتعرف على من استغيب قصدا ومن هم يعني أعدموا بغير حق. وبالتالي هذه كله إجراءات تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة التي تعمل الآن وتبارك للأسف تبارك العمليات الإصلاحية التي يسمونها في العراق، وهذا هو فيض من غير على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها القوات الحكومية. أمام هذه الأعداد الهائلة من المعتقلين الأبرياء، كيف يمكن القبول بخطاب حكومة تدعي التصالح وتدعو إليه؟ ولماذا تريد الحكومة بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار اعتقال المواطنين العراقيين دون تبرير؟ طبعا هذه الإجراءات هي يعني ليست بإرادة الحكومة الحالية، سواء كان الحفاظي أو قبل المالكي وغير الحكومات التي استمرت في إمة الاحتلال، وكان هذه أوامر من ولاية الفقيه، من دولة ولاية الفقيه، وهي أوامر من الميليشيات التي هي تحكم فعلا من جميع هذه الأحزاب، وهذه هي عمليات انتقامية، وهذه هي عمليات انتقامية، وهذه هي عمليات تطهير عرقي، وعمليات إبادة جماعية تقوم بها الحكومة، وهي أداة طيعة بيد المتحكمون في القرار السياسي والقرار المصيري في العراق، وهم يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت الضوء الأخضر بإيران، وبالتالي فإن هؤلاء يستمرون بأمرة هؤلاء وهؤلاء، وهم إلا شرطة تمثل الإيرادات الإيرانية والأمريكية. وعلى يعني الكثير من يعني الخيرين وعلى المجتمع العربي خاصة أن يقوموا بحجب هذه التدخلات إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية وإرادة قوية لأن يكون العراق مصدرا للأمن والاستقرار في المنطقة، وإلا في ظل هذه الممارسات القمعية والممارسات غير إنسانية التي تقوم بها القوات الحكومية هي قنبلة موقوتة في المنطقة حتى تؤجج الصراع وتستفاد منه الولايات المتحدة الأمريكية في انتزاع الخيرات ومن ثم تغلغل الوحش الإيراني. نعم. وبالتالي تكون على حساب الأبرياء وعلى حساب حتى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. عن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.